الرأي العام. نتحول إلى صحيفة مصادر وفيها نقرأ مباحثات بين الخرطوم وأنقرة. والبشير يزور تركيا نهاية العام. بحث وزير الخارجية دردير محمد أحمد ونائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي بالعاصمة أنقرة أمس العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وأعلن الدرديري في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي أن الاجتماع الأول رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي السوداني التركي سيعقد في تركيا ديسمبر المقبل. وأعلن أن الرئيس المشير عمر البشير سيجري زيارة رسمية إلى أنقرة أواخر العام الجاري. وأشار وزير الخارجية إلى أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة والخرطوم بلغ مليار دولار، لافتا إلى أن الطرفين يسعيان لرفع الرقم إلى 10 مليارات دولار خلال فترة قصيرة. تراهن الحكومة كثيرا سيد النور على علاقاتها مع تركيا، ولكن بالمقابل يعني لا فائدة اقتصادية على أرض الواقع. يرى آخرون أن تركيا تنظر إلى علاقاتها مع السودان بنظرة توسعية، وأن أردوغان إنما يبحث عن مجد أجداده العثمانيين ويربط البعض ذلك باتجاهه لترميم مدينة سواكن. يعني كيف تقيم العلاقة بين الخرطوم وأنقرة؟ العلاقة بين البلدين علاقات ظلت مستمرة وفي إطار تعاون سياسي أكثر من كونه تعاون اقتصادي وتجاري، لأنه حجم التبادل التجاري حتى العام الماضي كان 500 مليون دولار، وهو لا يوازي أو لا يتسق مع التعاون السياسي والعلاقات الدبلوماسية الجيدة والتعاون حتى الإقليمي. بلا شك لا ينبغي أن نهوي من قوة تركيا. قوة اقتصادية ناهضة ظهرت في الدولة 20 الآن، اقتصادها أفضل 20 دولة، رغم الآن العملة التركية تتراجع، لكن ذلك الدولار نعم. لا يعني أن تركيا هو قوة اقتصادية ضعيفة، بل قوة كبيرة، أيضا قوة عسكرية إقليمية كبيرة. نحن نأمل أن علاقتنا تكون ليس على التعاون السياسي فقط، وإنما على التبادل المصالح والتجارة. نحن لا نريد عون من تركيا، لدينا موارد، فنريد دول تستثمر في هذه الموارد حتى نستفيد منها. تركيا متقدمة جدا في المجال الزراعي، متقدمة جدا في المجال الصناعي. الشهر الماضي أنتجت طائرات بدون طيار، أنتجت أسلحة متقدمة، وبالتالي يمكن هناك تعاون عسكري بين البلدين. أيضا تركيا تزاحم بعض الدول الأخرى في المنطقة في الإقليم. الآن إذا كان فعلا لدينا مصالح معها، ما الذي يمنع أن تكون لتركيا أن تعطيها ميناء سواكن أو ميناء بورسودالي استثمر فيه إذا كان أصلا مجال استثمار فمنفعة للطرفين. نحن الآن لا ينبغي أن نمد يدنا الآخرين من أجل العون، وإنما من أجل الاستثمار وتبادل المصالح. ودائما كما قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كيسنجر، أنه دائما العلاقات التي لا تبنى على المصالح تكون هشة وقابلة للتراجع أو التدهور. بالتالي نأمل أنه علاقاتنا فعلا تقوم على مصالح. برأيك أين يكون القصور في عدم يعني الاستفادة القصوى من هذه، من طبيعة العلاقات بين الخرطوم وأنقرة؟ هذه العلاقات المنفتحة سياسيا في كثير من المجالات، ولكن لم ينعكس هذا الانفتاح الكبير وهذا التطور الكبير في هذه العلاقات على شكل على أرض الواقع على المستوى الاقتصادي، رغم المكانة الكبيرة التي تشغلها تركيا على مستوى الاقتصاد العالمي. تركيا نحن لدينا أكثر من 200 شركة تركية تعمل في السودان، لكن للأسف هذه الشركات شركات صغيرة تعمل في مجالات البناء وبناء الطوب وإنشاء مصانع الطوب الصغيرة، المأكولات والأساسات وما إلى ذلك. نأمل الآن يبدو أن هناك انفتاح جديد. يعني الآن تركيا وقعت شركات تركية لإنشاء مطار الخرطوم الجديد بمليارات الدولارات، في تطوير سواكن حتى تكون مزار سياحي، وبالتالي أيضا تكلف مئات الملايين من الدولارات. نأمل أن تركيا تستثمر في مجال البنيات التحتية في السودان، نحن خاصة في مجال الزراعة تركيا متقدمة جدا، يمكن بالتقنية التركية وبالخبرة التركية أن نتقدم خاصة في المجال الزراعي. وفي المجال الصناعي تركيا لديهن صناعات ثقيلة، صناعة السفن وصناعة الطائرات. يعني ينبغي أن تدخل معنا في شراكات في مجال الصناعات الثقيلة والزراعة حتى يكون ذلك هو الحجم التبادل التجاري يزيد إلى أكثر من 10 مليار، يمكن يزيد أكثر من. الآن برضو هناك حل لمشكلة العملة، لأنه أيضا كان هناك مشكلة في المستثمرين الأتراك الذين يعملون في السودان لا يستطيعون تحويل يعني أرباحهم ومدخراتهم إلى تركيا. الآن هناك اتفاق بأنه بنوك تركية تفتح فروع في السودان ويكون التبادل بالعملات الوطنية والعملات المحلية بالجنيه وبالليرة. أعتقد هذه الخطوات لو تمت بطريقة سريعة يمكن فعلا أن تتحول علاقات السودانية التركية من علاقات سياسية وعسكرية إلى علاقات اقتصادية وتجارية ومصالح مشتركة، خاصة أن تركيا الآن منفتحة نحو أفريقيا، بنت مدارس، فتحت 50 سفارة في خلال 5 سنوات الماضية في الدول الأفريقية. بالتالي ينبغي أيضا نستفيد من انفتاح تركيا نحو أفريقيا كما استفادت الصين بأنها عبرت عبر السودان إلى أفريقيا. الآن تركيا
تريد أيضا وروسيا تريد أن تعبران عبر السودان إلى أفريقيا. نعم يعني يذهب البعض أبعد من ذلك ويعتقدون أن العلاقة بين البلدين جلبت للسودان عدم الرضا على المستوى المجتمع الإقليمي والدولي وتحديدا محور الخليج، وما يعزز ذلك ما صدر من الأمين السياسي للمؤتمر الوطني عمر باسان والذي صرح بأن الدولة جارة عرضت على السودان تقديم حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حلولا جذرية مقابل التخلي أو التنازل عن منظومة الكيان الإسلامي. كيف ترى الوضع؟ طبعا هناك تصنيف الآن في المنطقة، هناك تحولات في التحالفات الإقليمية، السودان أقرب سياسيا وفكريا إلى تركيا ولا كثير من دول المنطقة الأخرى، بالتالي الانفتاح السودان على تركيا والمصالح الأخيرة، هناك دول في المنطقة لا تريد لذلك لهذا الأمر، لذلك صنفت السودان فإنه في هذا المحور، محور تركيا قطر وروسيا وما إلى ذلك. ولكن ما دام هناك مواقف مشتركة وهناك مصالح متبادلة لا أعتقد أن ذلك سيسبب متاعب للسودان، لأنه إذا كان الحلف الآخر الذي يصنف السودان لم يعطي السودان شيئا، هل سينتظر السودان حتى يحاصر؟ أعتقد أنه من حقه أن يبحث عن حلفاء، يبحث كما قال الرئيس التركي نفسه أول أمس عندما حاصرته أمريكا بالعقوبات قال نحن سنبحث عن حلفاء جدد. طيب إذا السودان الدول التي كانت غريبة منه ومتوقع أن تدعمه توقفت تتفرج عليه، بل أحيانا يعني تريد أن يخنق يكون مخنوقا، أنا أعتقد أنه أيضا ينبغي يبحث عن حلفاء وعن حلفاء جدد في المنطقة يكون أقرب إليه سياسيا وفكريا ويكون هناك مصالح مشتركة. هذا لا أعتقد أنه في السياسة الدولية هذا أمر معي. يعني يسب البعض كذلك أستاذ النور لأن الحكومة تهتم بتمكين وتمتين مشروع الفكري أكبر من اهتمامها بمعاش الناس، هذا ما يقودها إلى الاتجاه إلى تحالفات ربما تبدو مع دول أقرب إليها فكريا، حتى وإن أدى ذلك إلى مزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية. كيف تقرأ هذا الأمر؟ لا أعتقد أنه هذا صحيح، يعني الحكومة نفسها مشكلتها أن حكومتنا عندها مشكلة إدارية، يعني حل يعني مقابلة تصدي أزمات البلاد السياسية والاقتصادية وتحركها لمخاطبة قضايا الناس تحرك ضعيف جدا، لذلك المشكلة هي في ضعف الحكومة وليس في أنه مهتمة بمشروعها الفكري. حتى مشروعها الفكري أين هو الآن داخل السودان؟ ضعيف جدا ولا يوجد به أي اهتمام ولا يستطيع حتى استقطاب الشعب السوداني، فكيف تبحث عن حلفاء آخرين؟ أعتقد أن مشكلة الحكومة هي في مشكلة في داخلها، فما أن نعالج الحكومة نفسها تعالج مشاكلها الداخلية حتى تكون هي متاحة أن تتعاون مع الآخرين.